أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. ألترا عراق المالكي يحذر: الإقصاء سيؤدي لمواجهات مسلحة، لا نقبل المعارضة بالإكراه. على المدى: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق بنحو 21% عن العام الماضي. القدس العربي هيومان رايتس ووتش تحمل الحكومة العراقية مسؤولية إفلات الجنى من العقاب. عربي 21: مخاوف الاحتلال من هبة جديدة برمضان تدفعه للتهدئة بالأقصى. على فاينانشال تايمز: الحرب في أوكرانيا تعني الجوع لملايين البشر ويجب وقف بوتين أولاً. على الشرق الأوسط: مسؤول أمريكي: بدء شحن الأسلحة الجديدة التي أقرها بايدن لأوكرانيا قريبا. وعلى واشنطن بوست: عقيدة بوتين هي خليط من التدين الأرثوذكسي والفاشية الروسية وهوس بتدمير أوكرانيا. في مثل هذه الأيام ارتكبت الولايات المتحدة وبريطانيا بمشاركة 34 دولة معتدية أخرى أكبر جريمة بغزوهم واحتلالهم العراق بدون أي مسوغات أو مبررات قانونية، وبتواطؤ رخيص وتنسيق مسبق مع نظام طهران حول جريمة احتلال العراق. كتب عبد الرزاق محمد الدليمي مقالا مطولا في صحيفة يورو نيوز، نتابع. اليوم وبعد قرابة عقدين على الاحتلال، ما الذي جناه العراق؟ لقد أصبح بلدا متشظيا وغير مستقر سياسيا، تعصف به الصراعات الطائفية والمناطقية، الذي أفضى إلى ظهور جماعات متشددة، لا سيما الميليشيات الموالية للاحتلال ونظام طهران، من بينها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وبلغت تكلفة العمليات العسكرية عدة تريليونات من الدولارات، فضلا عن ضحايا بلغت ملايين من العراقيين وعشرات الآلاف من القوات المعتدية ولجوء الملايين إلى دول أخرى، كما شهد الشرق الأوسط وما يزال اضطرابات وموجات عنف منظمة، لا سيما في لبنان وسوريا واليمن وليبيا، كأحد نتائج احتلال العراق. أكدت وثائق سرية حكومية بريطانية على وجود علاقة قوية بين شركات ومؤسسات نفطية وبين عملية غزو العراق، وقالت إن خططا لاستغلال الاحتياطي النفطي العراقي تمت مناقشتها بين مسؤولين حكوميين وبين كبريات الشركات النفطية العالمية وخاصة البريطانية منها، بينها شركات شيل وبي بي وبي جي، قبل عام من تاريخ غزو العراق. وأفادت الوثائق بأن الحكومة قالت لهذه الشركات إن من الضروري أن يكون للشركات البريطانية النفطية حصتها من الاحتياطات العراقية الهائلة من النفط والغاز، وذلك مكافأة للدور الذي ستقوم به لندن والمتمثل في التزامها سياسيا وعسكريا بالخطط الأمريكية الساعية إلى إسقاط النظام العراقي. منذ 19 عاماً من عمر الاحتلال البغيض شهدت الساحة السياسية في العراق الكثير من الأفعال والأقوال، حيث دمر العراق وبناه التحتية وفكك النسيج المجتمعي وشكلت الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران. نبقى مع الكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي حول جريمة غزو العراق قبل أكثر من 19 عاما، إذ أفادت صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية في دراسة لتكاليف الغزو نشرت حصيلتها بمناسبة ذكراه العاشرة أنه كلف الولايات المتحدة وحدها ما يزيد على 800 مليار ومليار دولار. وقالت إن الدراسة لو أضافت الفوائد المرتفعة المترتبة على الديون الأمريكية بسبب الحرب فإن فاتورة الغزو قد تزيد على 3 تريليونات دولار. استمرت عمليات العدوان الذي أطلقت عليه واشنطن ولندن عملية الحرية من أجل العراق،
حتى احتلال بغداد في 9 نيسان، حيث واجهت فيها القوات الغازية مقاومة شديدة وشجاعة من الجيش والشعب العراقي الذين كانوا يقاتلون دون غطاء جوي. دامت مقاومة قوات الاحتلال في العراق وسادت فيها مختلف مظاهر الفوضى والدمار، وتلقت القوات الأمريكية وحلفاؤها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بسبب العمليات العسكرية البطولية لفصائل المقاومة العراقية. وتتفاوت التقديرات للعدد الإجمالي لضحايا الغزو من العراقيين تبعاً لجهة صدورها، فقد أفادت دراسة أعدها معهد الاستطلاعات البريطاني في صيف عام 2007 بأن عدد ضحايا الغزو من العراقيين بلغ حتى ذلك التاريخ أكثر من 1,000,000 شخص، من أصل 26 مليونا هم سكان العراق. وكان تقرير للمجلة العلمية البريطانية The Lancet صدر في أكتوبر تشرين الأول من عام 2006 قدر عددهم بما لا يقل عن 655 ألف قتيل. الولايات المتحدة وبريطانيا ارتكبت أبشع جريمة باحتلال العراق، فظلمت الشعب العراقي وأوقعت به خسائر فادحة. يقول الكاتب باسم محمد حبيب في مقال بموقع لتر عراق إن العراق بحاجة إلى قرار دولي يدين احتلاله عام 2003. إن الحاجة لقرار كهذا لا ينبع فقط من ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد من حالات الغزو التي تحصل من حين لآخر، بل وكذلك لأهمية ذلك لترتيب أوضاع الدولة العراقية التي جعلها الغزو مشتتة بين من يرى فيه خلاصاً كانت تنتظره البلاد بعد أن عاشت عقوداً طويلة تحت ظلال الطغيان والاستبداد واللاستقرار، وبين من يراه عدواناً على استقلال البلاد وسيادتها واستقرارها. ومن شأن قرار كهذا أن يجعل للبلاد موقفاً واحداً من الغزو ويحررها من الضغوط التي قد تجعل بوصلة قرارها لا تستقر على اتجاه معين. فقد لاحظناه من تشتت المواقف أن وزيراً ما يمتدح الغزو فيما يدينه زميل له، وهذا ما انسحب أيضاً على الحكومات، إذ بينما رأينا لحكومة موقفاً سلبياً منه رأينا لحكومة أخرى موقفاً إيجابياً. ولا ننسى أن لهذا أهمية أيضاً في ترسيم علاقات العراق مع الدول الأخرى بما في ذلك الدول المجاورة له. فكيف تحدد الحكومة مواقفها من تعاطي هذه الدول مع الغزو إذا كانت هي نفسها لم تحدد موقفها منه؟ وهذا ما ينسحب على موقفها من القرارات الدولية وغيرها. قد يعترض أحدهم عندما نطرح حاجة العراق إلى قرار دولي يدين احتلاله عام 2003، فيرد عليه أن الغزو الذي جرى دون موافقة من المؤسسات الدولية ليس فقط لأنه يوقع هذه المؤسسات في حالة من التشتت والضياع عند تعاطيها مع حالات مماثلة، بل ولأنه يفتح الباب لحالات أخرى شبيهة به، كما هو الحال مع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي جاء بعد أن رأت روسيا أن مثل هذا الأمر ممكن أيضا ما دامت أمريكا قد نجت من التعرض لمحاسبة دولية لما فعلته في العراق. في الخبايا المظلمة لموقع جاب كوم، وهو موقع تواصل اجتماعي مشهور لدى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، يمجد فلاديمير بوتين باعتباره أسدا محافظا. وقالت صحيفة واشنطن بوست في مقال للكاتب أنتوني فيلا، ينشر المستخدمون تحت أسماء مستعارة كلاما عن بوتين وأنه يتسم بالحقيقة أكثر من أي من قادة العالم الغربي مجتمعين. نتابع. الدعم اليميني مبني على أحد أساليب الحرب التكتيكية غير المشهورة للزعيم الروسي، إلقائه للكشكول المسيحي القيم التقليدية كسلاح وللدفاع عن العدوان الروسي في أوكرانيا. قام بدحض ادعاءات مختبرات الأسلحة البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة واستيلاء النازحين الجدد على الحكومة في كييف، وكلاهما
وجد مكانه في جاب كوم، لكن حتى في الوقت الذي تقتل فيه القنابل الروسية عشرات المدنيين سعى بوتين إلى تصوير حربه على أنها صائبة، واصفا أوكرانيا بأنها نموذج مصغر للحرب العالمية الكبرى بين الفكر الليبرالي والمحافظ. وأشارت إلى أن لهجة هذا الموقع تتحدث عن صعود بوتين كضابط عالمي لليمين المتطرف، حيث وجدت صورته المثقلة التي بناها لسنوات كزعيم يميني مسيحي منفذا لها في الحرب الأوكرانية المروعة. فقد قال الواعظ التلفزيوني الأمريكي بات روبرتسون إن الزعيم الروسي أجبره الإله على غزو أوكرانيا، وبحسب واشنطن بوست فإنه في وجهة نظر بوتين للعالم التي يؤمن بها لا يعتبر دفع أوكرانيا للارتباط بالناتو والاتحاد الأوروبي تهديدا عسكريا فقط، بل هو تهديد أخلاقي كذلك، وحربه هي مهمة مقدسة وتسعى لمنع انتقال دولة شقيقة للغرب الإلحادي الموبوء بالرذائل والذي يدعم المثليين وحقوقهم والذي يسعى لإفساد الأعراف الأرثوذكسية المحافظة. وأضافت الصحيفة أن الخطوة التدريجية التي اتخذها بوتين لإخفاء نفسه في عباءة الدين والتقاليد ترجع إلى منتصف القرن العشرين على الأقل، وقالت أن بوتين استشهد بطريقة مدهشة بالإنجيل لكي يبرر حربه الخاطفة، إذ قال الرئيس الروسي: أستعيد كلام الكتاب المقدس، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضحي إنسان بحياته من أجل أصدقائه. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا حذرت فيه من تزايد الجوع في العالم بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا، وقالت الصحيفة إن الجيش الروسي يحاول تجويع سكان مدينة ماريوبول وتركيعهم في عمل بربري، ومن المؤكد أن هذا يمثل جريمة حرب، لكن الصدمة الكبرى لحرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا هي التهديد بالجوع بل وحتى المجاعة لملايين الناس وبعيدا عن مسرح الحرب. إن لم يعد لدى المزارعين حول العالم أسمدة كافية، فيمكن أن تنهار المحاصيل الزراعية في البرازيل والأرجنتين وغيرها من القوى الزراعية العالمية. وفرضت السفن الروسية حصاراً على تصدير القمح الأوكراني، ولم يعد لدى المزارعين في أوكرانيا الوقود للتراكتورات ولا الحبوب الكافية للزراعة. وزادت أسعار الحبوب بمعدل الثلث عما كانت عليه قبل بداية الحرب، وبنسبة الثلثين عما كانت عليه في العام الماضي. وبالنسبة للسكان في العالم الثالث، فصدمة الطعام ستضع ضغوطا متزايدة على فواتير البقالة والذين يعانون من عقود التضخم. أما الدول الفقيرة التي تعاني من فيضان التأثيرات الاقتصادية بسبب كوفيد وزيادة أسعار الطعام قد تحمل معها ملامح الكارثة، ويواجه مستوردو الطعام من الهند إلى أندونيسيا فواتير عالية. وتدعم مصر الخبز الطعام الأساسي لسبعين مليون شخص، مما يزيد الضغوط على الميزانية. ويتذكر قادة دول في وضع مماثل للاضطرابات الاجتماعية بما فيها الانتفاضة العربية والتي تعقب زيادة أسعار الطعام. وفي ضوء المثال السيء للعالم في التعامل مع توزيع اللقاحات المضادة ضد الفيروس، فأن النذر بشأن توزيع الطعام والتعامل مع أزمته ليست جيدة، وسيضطر برنامج الغذاء العالمي الذي يعاني من أزمة مالية مزمنة إلى تخفيض الحصص لملايين البشر، لأنه سيقوم بتخصيص الطعام للجوع وليس للذين يعانون من مجرد الجوع. وتعد روسيا وأوكرانيا منتجين كبيرين للطعام، حيث تصل نسبة مشاركتهما في تصدير المواد الغذائية إلى 30% من تصدير القمح والشعير. وجه الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني أسعد غانم رسالة في مقال له إلى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بسبب موقفه من القضية الفلسطينية ودعمه الاحتلال الإسرائيلي رغم ما تعانيه بلده من غزو روسي. وقال في موقع ميدل إيست آي البريطاني إنه عار على زيلينسكي
دعموا إسرائيل ضد الفلسطينيين. نتابع. عزيزي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان خطابك الأخير أمام الكنيسة الإسرائيلية عارا حين يتعلق الأمر بالنضالات العالمية من أجل الحرية والتحرير، وخاصة نضال الشعب الفلسطيني. لقد قلبت رأسا على عقب أدوار المحتل وضحايا الاحتلال، وضيعت فرصة أخرى لإثبات عدالة قضيتكم والقضية الأشمل للحرية. لقد قلت: نحن في بلدين مختلفين وفي ظروف مختلفة تماما، ولكن الخطر واحد بالنسبة لنا كما بالنسبة لكم، التدمير الكامل للشعب، للدولة، للثقافة وحتى للأسماء، أوكرانيا وإسرائيل. أنا غاضب وحزين لأن روسيا تسعى لاحتلال بلادكم ولسحق حقوق الشعب الأوكراني في تقرير المصير والحرية، وأعتقد أن الأوكرانيين ينبغي أن يمنحوا كل دعم ممكن، إذ يقاومون العدوان الهمجي، وفي الوقت نفسه أرفض سياسات الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو حول العالم، وإذ أعرب عن إعجابي بنجاحكم في بناء تحالف دولي لدعم نضالكم ضد العدوان الروسي. أتمنى لو أننا كفلسطينيين بإمكاننا أن نقنع العالم بالتحرك لصالحنا بنفس الطريقة، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية. كما تقلقني ازدواجية المعايير الواضحة لديكم تجاه النضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال والاضطهاد والقتل والتمييز العنصري والتهجير، وهي الجرائم التي ما لبثت إسرائيل ترتكبها منذ 7 عقود ضد شعبي. ويضيف الكاتب في رسالته لرئيس الأوكراني: لم تزل منذ بدء العدوان الروسي ضد بلدكم تمارس ازدواجية في المعايير في الوقت الذي ترددت فيه إسرائيل في قبول اللاجئين الأوكرانيين اليهود الفارين من القصف الروسي، وهي سياسة مدفوعة بدعاوى التفوق العنصري اللا إنساني والتي يعرفها الفلسطينيون حق المعرفة. بقيت مصرا على التوجه نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني القومي نفتالي بنت تطلب منه الوساطة. في محافظة بورسعيد نظم خلال الشهر الحالي مهرجان لهواة مراقبة الطيور وتصويرها، وأكد رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية ماجد أبو سديرة أن المهرجان يعد خطوة نحو الترويج لهذا النمط من السياحة التي تستهدف مراقبة الطيور وتصويرها من جميع أنحاء العالم. وتتميز بورسعيد بوجود بحيرة الملاحات شرقية مدينة بورفؤاد، وكذلك منطقة بحيرة المنزلة المتاخمة لمحمية أشتوم التي تحوي أكثر من 30 نوعا من الطيور المهاجرة، من أشهرها الفلامينغو والبجع والطيور الخواضات والزرزور وغيرها من الأنواع الأخرى. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع رسوم الكاريكاتورية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.